تدريس الأغوار من مصادرة وفي الزيادة عن الجليل، ولكن شتان ما جرى من أهل الجليل وبين أهل الأغوار. إني أرى الوجوه جميعا من جميع المناطق، وهي رسالة لأهل الأغوار خاصة. أنا بشكر جميع اللي أجوا من أنحاء الوطن ويتواجدوا بكثرة، ولكن من أهل الأغوار لم يتواجد أحد كما جرى في الجليل. طيب، هاي بتتعالج هاي محلية، مش مشكلة. شكرا أبو صقر. إحنا ما في أهل أغوار ولا أهل قدس ولا في بيت لحم ولا نابلس، إحنا كلياتنا فلسطينيين وكل بلاد بلادنا. في 10-15 من الأغوار بس، هو بجوز مجموعة كبيرة جدا بكفي، بس مش هذا المهم. إحنا المهم إنه اليوم أول شيء بدنا نأكد ونرجع نرحب بأصدقائنا وحبايبنا من جامعة بير زيت، رفقائنا اتحاد جمعيات المزارعين والحق في الأرض أيضا، واللجان الشعبية والحمل الشعبية، وأصدقائنا الدوليين أيضا، وكل الفلسطينيين أهلا وسهلا فيكم بالأغوار. يعني الحديث عن الأغوار يطول جدا، بس الأغوار أو مناطق سي تحديدا بكل مناطق الضفة هي موضوع مهم جدا. ليش؟ 60% من الضفة هي مناطق سي، يعني لا رام الله ولا بيت لحم ولا أي مدينة أو أي محافظة بالضفة لها مستقبل، أي مستقبل كان، لا اقتصادي ولا جمغرافي أو أي مستقبل إلا بمناطق سي. فمشان هيك هذه مش مشكلة أهل الأغوار ولا مشكلة الناس اللي بيعيشوا في الأغوار، هي مشكلتنا كلياتنا كفلسطينيين مثل قضية القدس بالضبط. فمشان هيك بدنا يعني إحنا باللجان الشعبية من آخر أسبوعين اشتغلنا على برنامج مهم جدا، إنه نضم كل هذه اللجان والمؤسسات الرسمية والغير رسمية، لأن على أساس إنه ما يكون هذا برنامج ليوم واحد. إحنا راح يكون عندنا سلسلة برامج في الأغوار تحديدا. اليوم 29/3/4 في عندنا حملة قوية لمنطقة راح يحاولوا الإسرائيليين يعزلوا فيها ما يقارب 30,000 دولم. راح يكون في عندنا هناك نشاط قوي ضخم جدا، وبندعو الجميع هذا النشاط. وإحنا بنقول لأهلنا بالأغوار وكل المناطق، أنتم مش من حالكم. ابتداء من هاي اللحظة، ابتداء من هذا اليوم، أنتم مش من حالكم. لا من راح نخاف لا من مستوطن ولا من بؤرة ولا من سجن ولا من جندي ولا من أي حدا كان يكون. الأغوار هي حدودنا، هي أكبر مجمع للمياه موجود بالضفة الغربية، موجود في الأغوار. الأغوار كانت سلة الغذاء قبل 67، كان بعيش فيها ما يقارب 360,000 فلسطيني. اليوم ما زال فقط 60,000 بعيش فيها بسبب التهجيرات وهدم المنازل وسيطرة على المياه وعلى الأراضي. الأغوار يجب أنها ترجع كيف كانت قبل 67، يجب أن ترجع. إذا إحنا بدنا مستقبل، بدنا وطن، بدنا دولة، الأغوار يجب أنها ترجع بجهود الجميع. وإحنا بنقولها مرة ثانية، مش هذا نشاط وحيد والناس مش من حالهم هون. إحنا مستعدين هسا نبني خيمة، وأنا أول واحد راح أبات فيها، وفي كثير من النشطاء اللي جاهزين يظلوا يباتوا في الحمي في المالح في أي منطقة مستهدفة. إحنا جاهزين للمبيت، لنعمل مش خان أحمر، لنعمل 20 خان أحمر في كل منطقة. وأهلا وسهلا بالجميع وشكرا. وإحنا برضو أي حدا عنده أي استفسار بدنا نفتح النقاش بعد الزراعة. بعد الزراعة يا أخوان، هاي منطقة الحمي، حمي الحمل. خلينا بعد الزراعة، بعد الزراعة بدكم تفاصيل أكثر عن المنطقة أو أي أسئلة بنبلش فيها. أهلا وسهلا. يلا.